السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على المحاضرة السادسة. اليوم محاضرتنا صيغة الطلب استكي بي. المحاضرة هي صراحة محاضرة مهمة جدا. نفترض إحنا بتركيا مثلا حابين نطلب شيء نأخذه ونشتريه من المحل، خضار، فواكه، أي محل كان، ألبسي، كيف بدنا نحكي هاي الجملة نطلب شيء؟ طبعا صيغة الطلب اسمها استك كبير، تمام، استك كبير. صيغة الطلب كي بي صيغة، استك هي الطلب. الشاشة مشارك، الصوت واضح، عم تسجل ما هيك؟ عشان نتأكد بس، يا ريت جاوبوني. نعم واضح. صيغة الطلب هي الآ والإي. طبعا نحن صرنا نعرف انه اللغة التركية تعتمد على قاعدتين أساسيات، هي قاعدة التوافق الصوت الثنائي والرباعي. طبعا هي القاعدة صيغة الطلب هي حسب قاعدة التوافق الصوت الثنائي، الأحرف الصوتية الثقيلة، الفعل آخر حرف صوتي فيه شو؟ إذا كان الحروف الصوتية الثقيلة آ أو أ أو 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 أ نضع لاحق الصيغة آ، إذا كان إي أو إي أو أ أو أو نضع إي. بالنسبة لترتيب الجملة أنا شايفين طبعا ما راح ناخذ احنا الكل، راح ناخذ فقط مع الضمير بان ومع الضمير بيزي اللي هن الأساسيات. يعني كيف تقول لي أشتري أنا أو لنشتري نحن؟ لأشتري أنا أو لنشتري نحن، أنتم مطلوب منكم فقط الضمير بان مع الضمير بيز. طبعا احنا بنعرف اللغة التركية جملة فاعل، زمان، مكان، مفعول به أو شيء، وبالأخير الفعل. تمام، الترتيب هون أكيد هو الضمير هو الفاعل، بعدين إذا ما كان موجود لا زمان ولا مكان ولا مفعول به أو شيء نضع الفعل، ثم نضع لاحق الصيغة اللي هي آ أو إيه حسب الفعل آخر حرف صوتي فيه شو. إذا كان مثل ما قلنا حرف صوتي ثقيل نضع آ، أو حرف صوتي خفيف نضع إيه. زين، فعل آخر حرف صوتي فيه إذا كان آ أو نضع آ آخر حرف صوتي فيه. تمام، إذا كان أحد هذول الأحرف نضع آ. أما إذا كان الفعل منتهي، منتهي بأحد هذول الأحرف الصوتية نضع ياء الحماية، ياء الحماية مع ضمير بان بس. تمام، وإذا كان الفعل آخر حرف صوته فيه حرف صوتي خفيف اي أو اي أو أ أو أ نضع ماذا؟ نضع اي، نضع اي. لأن الفعل أهم شيء، الفعل لاحقت الصيغة بعده مضاف إلى هذا الفعل، بعدين لاحقت الضمير، لاحقت الشخص أو لاحقت الضمير. فضول لاحقت الضمير بان بصيغة الطلب هي يم أو يم، يم يي حماي أم أو يي حماي حماي وإم، مع ضمير بيز لم أو لم. مين بيتذكر، مين بيتذكرنا شو كانت لاحقت الضمير بيز؟ لاحقت الضمير بيز شو كانت؟ لاحقت الضمير بيز شو كانت؟ مين بيذكرنا؟ Is 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 رباعي. اما بصيغه الطلب لاحقت الضمير بيز هي لم او لم فقط، لم او لم. رح ناخذ امثله، أن أقيم، لأنظر أنا، لأنظر أنا، تمام؟ ثان بقسم، لتنظر أنت، هو بقى، لينظر هو، بز بقلم، لننظر نحن. أنا بهمني أكثر شيء ضمير بان والضمير بز، تمام؟ بان بقيم، لأنظر أنا، تمام؟ بان أريا بقيم، لأنظر أنا إلى هناك، بز أوديفي
بكرم، لننظر للوظيفي. تمام، نفس الموضوع اذا كان كوب او طرد، طباين بكرم طبالم. فهمنا موضوع اهم شيء الشراء، الخذ، البيع والشراء، البيع والشراء. طبعا الوورد لاحظوا أن تسنن لا أثورين لأجلس أنا معك أيضا. هايدي دشاري تشكالم، لنخرج سوية، نخرج إلى الخارج. صباح إركان ويان ويانصن، تستيقظ أنت صباحا مبكرا. جيفن مثلتيك شالو شالوم، لنذاكر يعني نكتب وظائفنا، لنذاكر الرياضيات اليوم. أنلات سان مثلا كان درسي، أن لطيم لأشرح أنا الدرس، بان أن لطيم أيضا، دولا شلم دولا شيم دولا شلم. مثلا دخول لنتجول نحن في اسطنبول مثلا، بيز صراحة أنا اللي بيهمني أكثر شيء تعرفوا كيف تطلبوا، إذا كنت تشتروا شغلي على الفعل، على الفعل آل فقط، على الفعل آل، أنا هذا بدي إياه صراحة. بيز مثلا اسطنبولا، إذا كان الضمير بيز شو بده يكون لحق الضمير؟ دولاش، هاي دولاش الفعل. تمام، خلاص الفعل. شو بنكتب بعد الفعل؟ لاحق صيغة الطلب. شو هي لاحق صيغة الطلب؟ قول ايه؟ قول ايه؟ لا بس الآية، بس الآية خلاصة، بعدين لاحقت الضمير، انا وضعت الضمير بيز، معناته لازم هون نضع لم ولا ليم؟ مع الآ لهم لم، ممتاز. بيز اسطنبولا ولا شلم، لنتجول في اسطنبول. تمام، قاتل كويس، اللي بتقاتل اشترك انضم. مثلا نقول لي اشترك انا في هذه المسابقة، بان يا رش ما، طبعا كلمة مسابقة يعني يا رش ما. يا رش مصية، قتل هاي الفعل، قتل أي الفعل. تمام، مين بيكمل لي إياها؟ لأشترك أنا، طلعوا بان، لأشترك أنا. قاتل يوم نضع صيغة حرف الصيغة هي آ، نعم تعطلا، وبعدين نحط الحماية يا حماية أحسن، أم أم أطليم، أبو دارت مصير أطليم، لأشترك أنا في هذه المسابقة. شوفوا كانت ما نعرف إذا كان الفعل منتهي حرف صوته نضع يا حماية ثم لاحقت الصيغة آه. تمام، أن أو يا يم، أن أو يا يم، لأنام أنا، لأنام أنا. طيب مين بيخلي هون؟ مين بيجاوبني؟ إذا أقول لي أفهم أنا،
بان اللي يقول فعل اسم ام لا، ام لا، مين بيكمل؟ سريع يا حماي، واضح لا لا يوم ان لا، يا حماي بعدين الطلب ان لا يا، بعدين يا حماي ثاني ولاحقت الضمير ان لا يا يم لافهم انا، لنفهم نحن ان لا، ان لا تو يا حماي ان لا يا، بعدين لحق الضمير بيجي شو لم فهمت، بس يعني هاي هي سهولتها، بسيطة جدا يعني صراحة، بسيطة جدا. أن لا يا لم، لنفهم نحن، لنفهم نحن. هو الجملة يعني كويسة اللي بحبوا الألعاب، كلمة رويون أين يا لم، لنلعب، لنلعب، تعالوا لنلعب، أكو يا يم لأقرأ، بشلا يا لم لنبدأ، همن إيشا بشلا يا لم، هيا لنبدأ العمل، بشلا يا لم. شايفين؟ ار انسج، قل اضحك، قل يم لأضحك أنا، بليز قل لم لنضحك نحن، تمام؟ شوفوا مثل اي براز دشو نايم، لافكر في المساله دشو نايم. احفظوا انت الفعل اذا وضع له صيغه طلب، صيغه طلب كيف نترجمه يعني؟ نطلع موضوع بس حتى نكمل، اتوقع وصلت الفكره، بس نحن نحفظ انه الفعل نضيف له لاحقت صيغه طلب ثم لاحقت الضمير، هاي بشو؟ هاي بالألوم لو بالإثبات، لأجرب دنيم، كلمة دنيم كثير مفيدة، مهمة دنيم لأجرب، تمام؟ لأجرب، فمبو تلفونو دنيم لأجرب هذا الهاتف، دنيم لأجرب هذا، ديز بو تليفونو دنيلم لنجرب هذا الهاتف، لنجرب هذا الهاتف. طبعا مع الافعال المساعده اللي قلناها، هي الفعل المساعد مكون من شقين، الشق الاول هو اسم، الشق الثاني هو الفعل المساعد ات او اول، والتي نقول نحن نضع نقلب التي الى دي لانه اتى بعدها لاحقه اول حرف صوتي، ايديم رهات ايديم لارتاح، نازك اولالم لنكون لطفاء، تبسم ادرسم لتتبسم، حركه ايديم لأتحرك أنا، تمام؟ المهم هي مثلا بان معاينة إيدين، مين بيقولها؟ لأعاينك، لأعاين، بان معاينة إيدين لأعاين لأفحص، تمام؟ معاينة إيدلم لنفحص لنعاين، هاي دكتور بيقولها للمريض صح؟ دكتور بيقولها للمريض. بالنسبة للفعل الطلب، لصيغة الطلب بالنفي، انتم المطلوب منكم اكيد اكثر شيء قلنا مشان الضمير بان والضمير بيز و ترتيب الجمله، ترتيب الجمله، ضمير الفعل نضع اولم سوزلوك اكي الى حقت النفي، الفعل اخر حرف صوتي فيه اذا كان ثقيل او نضع نضع ما يعني لا، الخفيف نضع مي. طبعا هون يا الحمايه موجوده، يا الحمايه موجوده على طول بالنفي، على طول موجودة بالنفي، ليش؟ لأنه لاحقت النفي منتهي بصوتي ولاحقت الصيغة مبتدئة بصوتي، نضع بيناتهم يا الحماية. لنرى بعض الأمثلة، لاحظوا أنا أريد أن أصل إلى هذه المناسبة صراحة، فعل قال هو اشتري أو خذ، اشتري
أو قوس. اشتري أو قوس. لاحظوا أصدقائي، بأن أريم، لأشتري أنا، لآخذ أنا، لأشتري أنا أو لآخذ أنا. إز ألالم، إز ألالم، لنشتري نحن أو لنأخذ نحن. بالألم سوز بالنفي، آل ما ييم، دعونا لا نشتري، دعوني لا أشتري، دعوني لا أشتري. بيز آل ما يلم، دعونا لا نشتري أو لا نأخذ، دعونا لا نشتري أو دعونا لا نأخذ، دعونا لا نشتري أو دعونا لا نأخذ فقط. الإثبات أو النفي، صيغة النفي فقط مع صيغة الطلب بالاستفهام فقط مع الضميرين بان ألايم، ألايم وبيز ألالم فقط، مع هذول الشخصين فقط نأخذها. بان ألايم، هل أشتري أنا؟ هل آخذ أنا؟ بيز ألالم، هل نشتري نحن؟ هل نأخذ نحن؟ تمام؟ درسنا عبارة فقط عن هذه النقطة، ولكن سنعود إلى الورد لنأخذ فقط بعض الأمثلة عن موضوع البيع والشراء، موضوع البيع والشراء. كان السؤال هو ما أصدقائي، ني ألالم، ني ألايم، ني ألالم، تمام؟ شو السؤال؟ ني ني الله يم، مين بيعرف شو معناته ني الله يم؟ ني الله يم؟ ماذا اشتري؟ مثلا بحث على الدكان، على المحل، انا وفيقي بدي اخذ راي رفيقه، بتقول شو بشتري؟ محتار شو بشتري؟ ني الايم ماذا اشتري؟ تمام؟ بقول لك رفيقك مثلا، او انا محتار كمان بنفسي انه ماذا اشتري؟ لاشتري هذه العلبه، لاشتري هذا القميص، لا لاشتري هذا القميص الاحمر، هذا القميص الاحمر، يعني عباره انه اثنين رايحين على المحل بدهم يشتروا، واحد بده يشتري مثلا عم ياخذ راي الثاني، او عم يفكر بعقله محتار شو ياخذ بنقي يعني. ني ألايم ماذا أشتري مثلا؟ بان ترمز يملك قلايم، مين بيعرف شو معنى الجملة؟ أمبو خرمزة قملك قلايم، ندمك خرمزة قملك، خرمزة يعني أحمر، قملك قميص، لأشتري هذا القميص الأحمر مثلا، لأشتري هذا القميص الأحمر. إذا كان السؤال ماذا نشتري؟ ني يا استاذ احمد، هلا بصيغه السؤال مو في غلط، ما في منقص اخر شيء لحقه المي. تمام، أنا جايك على موضوع، على موضوعين أساسيات اللي هني هاي الشقة، هذا الشق الأول من السؤال اللي هو يكون بصيغة السؤال ني، بكلمة السؤال ني ماذا. تمام؟ تمام؟
أنا بستبق الأحداث. ني ألين ماذا أشتري؟ بو بان بو خرمزي يقول ليك ألين لأشتري هذا القميص الأحمر. ني أو مثلا خرمزي، مثلا أنا رحت عند رفيق على المحل، ماشي؟ يقول له هل أشتري هذا القميص الأحمر؟ تمام؟ الآن ترمزه يملك ما كنت راح أوسع في الموضوع، بس كنت راح خليها للأخير هاي، بس ولكن بسبب ضيق الوقت ما راح نقدر، أنا عندكم محاضرة شوي، راح نكتفي كمان بهذا المثال. بان قرمزي جيملك الله يم م بان بو قرمزي جيملك الله يم هل أشتري، هل أشتري هذا القميص الأحمر؟ تمام، يعني إذا عم بحكي حالي أنا مثلا، هل بان بو قرمزي يقول لك الله يمه هل أشتري هذا القميص الأحمر؟ اتفقت؟ إذا واحد بده يقول لي نعم اشتريه، أنت اشتريه، اتفقت؟ الله سن الله طبعا انا اختصرت الاجابه اللي هي ايفيت، اذا بدك تجاوب جواب كامل ايفيت ثان بقول ايفيت اصلا وبتكون الجمله صحيحه 100%، او اذا بدك تجاوب جواب كامل ايفيت ثان ايفيت ثان بو قرمزه يملك الله سن ايفيت سان بو قرمزه يملك الله سن نعم لتشتري هذا القميص الاحمر الازرق. تمام، لتشتري هذا القميص الازرق. اذا بتقول لا لا، ايش معنات لا؟ غير لا يعني غير. كان بو قرمزي جملك قال يا حماي قال مايا لا دعك لا تشتري هذا القميص، دعك منه يعني لا تشتري هذا القميص. هاير ار مايسن كمان بصير، اذا بدنا نجاوب جواب كامل نقول هاير سام بوخ المزيو جمريك ار بلسن ار مايسن دعك منه لا تشتريه يعني. نحن نوقف هون صراحة لانه تعرفوا عندكم هذه المحاضرة، ان شاء الله بنكمل او بالمحاضرة القادمة ان شاء الله نتابع بدرس جديد ومحاضرة جديدة. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.